السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. اليوم رجعنا لكم بفيديو جديد عن برنامج تحميل مقاطع صوت، فيديو، ألعاب، أي شيء يعني من موقع حلقات اللي تبون، أي شيء من المتصفح تبوا تحملون. طب زي ما نعرف السفاري ما يحمل من ما يسوي لك تحميل، على طول يعرض لك مباشر. فاليوم قدم لكم برنامج داونلودز وهذا هو قدامكم. طبعا هو عبارة عن متصفح عادي، تدخل تكتب أي شيء. أنا بس فاتح لكم حلقة معينة فيها خانة تحميل عشان تشوف كيف تعرض لكم التحميل. نضغط على كلمة، طبعا هذه حلقة The Walking Dead، مسلسل زومبي معروف. نضغط على كلمة داونلود فيديو وننتظر مكتوب لك open عشان يشتغل الفيديو على طول، او داونلودز او كوبي. نضغط على كلمة داونلودز، هنا يخيرك تكتب اسم المقطع والفيديو اللي تبيه تمسح. مثلا نكتب episode 1 او AP1، تسوي save. طبعا تحت بكم جنب كلمة براوزر نضغط، يبدأ تحميل داونلودز. زي ما انتم شايفين شغال تحميل، ينتهي تشوف المقطع، يجيك فيه كلمة فايلز. هنا المقاطع اللي أول صوتيات أو أي شيء حملته يكون متواجد هنا على طول دايركت. طبعا نوقف نحذف ونشوف لكم بالسفاري نفس المقطع، فاتحه نفس الرابط، نضغط مثلا كلمة داونلود وننتظر. شوف طلع لك المتصفح طبيعي كأنه بيعرض لك مباشر، ما في أي خانة بحث، أو اشتغل زي ما انتم شايفين. بس وقفت عشان ما يعلق، فاشتغل مباشرة طول، ما في تحميل في السفاري للأسف. فأتمنى عجبكم، هذا هو برنامج داونلودز من آيتونز. بحط لكم رابط التحميل من تحت إن شاء الله. إذا عجبكم المقطع أتمنى منكم لايك وسبسكرايب ونشر القناة، أتمنى تنشر القناة، أتمنى دعمكم، وإن شاء الله أقدم لكم بالأيام الجاية محتوى أفضل وبرامج أفضل وألعاب أفضل. فإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك. في أمان الله.